عشرات العاملين من جنسيات آسيوية مختلفة تم إلقاء القبض عليهم في كركوك نتيجة دخولهم إلى المحافظة بطريقة غير شرعية أو مخالفتهم لقوانين الإقامة. شركات القطاع الخاص ومعارض السيارات إضافة للمولات التجارية كلها كانت أهدافاً لعملية البحث التي أجرتها القوات الأمنية بكركوك والتي تحركت وفق معلومات سابقة لغرض عدم وجود إقامة لديهم، وهذا أمر مرفوض. جميع الملقى القبض عليهم سيسلمون إلى دائرة الإقامة ويتم محاسبة أصحاب العمل الذي يقوم باستغلالهم، وقيادة الشرطة ماضية بهذه الإجراءات إلى إشعار آخر لحين تنظيف المحافظة من هذه ظاهرة الاستغلال، سواء كان للنساء والأطفال والأجانب على حد سواء. رواتب أعلى ومعاملة أفضل يحظى بها العمال الأجانب مقارنة بالعمال العراقيين، ليضيف وجودهم عبئاً آخر على فرص العمل الأهلية، خاصة مع غياب التعيينات الحكومية. يعني يتعاملون ويانا أنقص ما يتعاملون ويا البنغلاديش. البنغلاديش يامت ما يجون يجون، بس من احنا نجي متأخرين يغرمونا، وإذا رحنا للبيت بدون تعداد يغرمونا. إيه، وإذا هذا نزعناه غرامة 50,000. قد صار لك الناس 3 شهور وكل راتب يقطعون منه 50,000، يعني يبقى لي بس 200,000، وأنا راتب البيت مالنا إيجار 225. يعني ما أعرف، يعني البنغلاديش يقدرونهم أكثر من عندنا، ويعني ما أعرف، إحنا عايشين ببلدنا لو غربة، يعني إذا غربة يطلع من عندنا، يعني إحنا لو رايحين ببلدهم يقدروننا مثل هذا التقدير. فيما تؤكد الإحصاءات إن عدد العمال الأجانب في العراق تعدى حاجز 1,000,000 شخص، دخل أغلبهم للبلاد بطريقة غير شرعية، مزاحمين العاطلين على فرص العمل ومساهمين بذهاب الأموال إلى الخارج. لقناة دجلة، محمد الصالح، كركوك.